بداية أرحب بضيفي بالأستاذ وائل بخاتي خبير التنمية البشرية. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. بس حضرتك طيب؟ وحضرتك طيبة. طبعا يمكن لسه قاعدة بقول إنه نفسي يجي يوم كده ما نتكلمش فيها الموضوع ده. أكيد. يعني اللي يسافر في أي دولة أوروبية أو حتى عربية ما يحسش قوي مسألة التعليم. الحياة بتعدي بشكل سلام جدا وسليم، ومفيش التوتر اللي بيحصل في البيوت، مفيش القلق اللي بيحصل عند الولاد حتى. قلما نظر لما تجد طفل في مصر مبسوط انه دخل الأجازة خلصت، ويمكن السنة دي كمان الأجازة مرت سريعا جدا، كان وقتها قليل، ورمضان كمان أخذ جزء كبير من الأجازة، فبالتالي إحساس الناس بالأجازة بالضبط. الناس بتقولي أنا حاسة أن أنا متواصل، السنة اللي فاتت مستمرة معانا، يعني خاصة اللي دخلوا بدري. خلينا في البداية نتكلم عن فكرة منظومة التعليم في مصر بصفة عامة. إيه المساوئ اللي فيها؟ أنت شايفها شكلها عامل إزاي؟ كويس. الأول بس احنا محتاجين نفرق ما بين التعليم والتدريب والتطوير، لأن التلاتة مختلفين عن بعض. التعليم عامة بيبقى تركيزه الأساسي على السلوك. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا لما أجي هعلم حد حاجة أنا عايزه يغير اللي هو بيعمله، بس مش هقوله يغيره إزاي، لكن أنا بقوله غير ده عشان ده مش صح. وده غالبا في معظم أو يمكن 90% من المدارس في مصر للأسف ماشيين بيه، أن أنا عندي منهج لازم يخلص، مش مهم عندي انت الوقت قد ايه، انت هيخلص هيخلص بيبقى وان واي كوميونيكيشن. بمعنى ان انا بس اللي بتكلم كمدرس، لكن هو ما عنديش وقت. بالظبط، هو تارجت لازم اخلصه. بالظبط، وده طبعا بيبان من شنط المدارس. بتلاقي الاولاد او ايه ظهرهم راجع لورا، يعني بيبقى منتقل الشنطه نفسها، مشاكل العمود الفقري بعد بالزبط. كده. يعني احنا كبار شخصيا بتلاقي شنطه تقيله بالنسبه لنا. طبعا فده نمره واحد. لكن الموضوع نخش مرحله تطويريه شويه، اللي هي ايه؟ التريننج او التدريب. التدريب بيخش على الجزء بتاع المهاره. انا بغير المهاره وبعلمه ازاي يعملها، فلما بيغير المهاره اوتوماتيك الايه السلوك بيتغير. تمام، فده بيبقى فيه شويه تو واي كوميونيكيشن، يعني انا بتكلم هو بيتكلم، فاحنا الاثنين بنشترك في الموضوع، وبيبقى فيه جزء عملي شويه. وده افضل طبعا من الايه، من الجزء الادوكيشن او الجزء التعليمي او التدريس. اخر حاجه التطوير، ودي اعلى حاجه، وهي دي اللي موجوده في نسبه قليله قوي في مصر وفي اماكن كتير بره مصر للاسف، وزي ما حضرتك قلتي بالظبط في دول عربيه كتير. يعني الموضوع مش ايه، عشان ما حدش يقول احنا بنروح لاوروبا وامريكا وكلام، لا 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 لا، ومع الاسف هتلاقي دول عربيه عمرها اقل بكتير، ما فيش وجه مقارنه بينها وبين مصر كتير. والدول العربيه دي اصلا بتعترف ان احنا اللي دخلنا العلم عندها. يعني هي بتعترف، لكن للاسف هم عرفوا ينتجوا صح، لكن احنا للاسف ماشيين بالمبدا لسه الايه القديم شويه. لكن التطوير بيختلف في ايه بقى؟ لا، انا بعلمه السلوك، ده نمره واحد، وبعلمه ازاي يتعلم المهاره، وفي نفس الوقت بديله العلم اللي مبني عليه المهاره ديت، فبالتالي هو عنده القدره ان هو يغير من سلوكه ويغير من سلوك الاخرين، لانه عنده العلم فيعرف يوصل المعلومه بشكل كويس. ده الفرق بين الثلاثه اللي احنا محتاجين نعمل، فشكلها محتاجين تطوير. الفرق ده جاي نتيجه لانه زي ما حضرتك بتقول في البدايه ان المدرس ما عندوش وقت، ولا لانه هو السيستم نفسه او طريقه التعليم هو اتعلم انه يعلم بهذا الشكل؟ يعني هو البيضه ولا الفرخه، هنبدا بتطوير المدرس اولا، ولا بتطوير المنهج التعليمي، ولا بتغيير النظام نفسه، ولا البدايه تيجي منين؟ هقول لك مثال صغير يعني ان شاء الله يبقى لامم الحته ديت. لو جبنا مج مثلا، المج ده فيه مثلا شاي او كابتشينو او ايا كان، وحطيناه في مكان يكون مكيف جدا، فبالتالي الكابتشينو اللي جوه ده مهما كان سخنته هيتاثر بالهواء الساقع اللي بره فهيبرد. ده مهم جدا، ده اجابه اللي حضرتك قلتيه. بمعنى انا يهمني المدرس ويهمني البيئه المحيطه بيه اللي هو السيستم. زي ما حضرتك قلتي، المدرس لوحده لازم من جواه يبقى عنده الدافع وعنده الضمير، عشان هو الضمير ده مش موجود شويه في اماكن معينه، تلاقي الضمير مش موجود، مش موجود كتير. مش شويه يعني خلينا صراحه. ايوه بالظبط. يعني خلينا واضحين في الحته ديت. كل واحد بيبقى عايز يعمل عشان هو اتقال له يعمل، لكن مش عايز يعمل عشان فعلا يطور، وده الفرق اللي احنا قلنا عليه الاساسي. ما هو ده اللي انا النقطه اللي انا بسال فيها. خلي بالك انه في مثل يقول لك ايه، من شب على شيء شب عليه. ده بالظبط، انه المدرس ده اصلا ما هو كان تلميذ في مدرسه، هو اتعلم انه قاعد ساكت متلقي فقط لا غير، مفيش كوميونيكيشن او مفيش حوار ما بينه وما بين المدرس. هو ده السيستم اللي هو اتربى عليه وكبر عليه ودخل الكليه عليه، كان بقى هل كليه متخصصه في مجال في المجال او اي حاجه وبيشتغل مدرس، لكن في النهايه هو اتربى على هذا الشكل، وبالتالي هو بيدخل الفصل يربي بنفس الطريقه اللي هو اتربى بيها.
طيب يعني ازاي نعدله ده؟ ده محتاج هو نفسه محتاج اعاده تطوير مره ثانيه. ده اللي حضرتك قلت عليه، ده هو ده اللي احنا بقى نتكلم عليه. الاثنين مع بعض، انا محتاج هو شخصيا اطوره ومحتاج النظام اطوره. لكن انا لو طورت النظام بس ما عملتش حاجه، فبالتالي هو برضو ما فيش فايده فيه، هيتعب النظام نفسه اصلا. ولو طورته هو بس مش هيلاقي اي حد بيسبورت او بيديله دافع او بايه بيديله اي حاجه تخليه ينتج اكتر. فده المشكله دايما عند الناس، لان النقطه ان حضرتك زي ما قلت ان ممكن يكون هو طالب كان عنده مشاكل دي بيقابلها. طب ليه هو اختار بعد ما يبقى مدرس ان هو يمشي بنفس السيستم، مش يحاول يشوف ايه المشاكل اللي كانت موجوده عنده وكانت بتقابله، يحاول ما يخليهاش موجوده عند الطلبه اللي بيديها. يعني انا عن نفسي مثلا قبل ما انا يعني حاليا بدرس في جامعه معروفه في مصر، ولكن اللي حصل ان لما كنت طالب فيها كنت الاول بحس ان الموضوع فيه مشاكل وفي حاجات كويسه ميزه جامده جدا، بقيت اخد الميزه واخد المشاكل او الحاجات اللي ممكن تبقى فيها صعوبه في التوصيل ما اعملهاش، اعمل الجزء الكويس، فبقت تبقى النتيجه افضل الحمد لله مع الطلبه. لان دايما المدرس الشاطر كان طالب شاطر، يعني حتى لو مش شاطر قصدي مذاكر وجايب تقدير او جايب مجموع كويس، لا هو كان عارف كويس ايه المشاكل وايه الحاجات الكويسه. بس ده مش عند كل الناس. بالظبط، ده مش عند كل الناس. فعشان كده انا محتاج ان انا اعمل اهم حاجه، حاجه اسمها assessment، ان انا اعمل تقييم لكل المدرسين. من ضمن الحاجات اللي احنا بنسعى ليها وللاسف يعني مش لاقيين اي دعم من الحكومه او من ايا كان الموضوع ده، او مش حاسين بالفاليو او بالقيمه اللي ممكن ترجع للمدارس او للتعليم منها. يقول لك لا ما خلاص ما احنا ماشيين عليها بقى كتير، ان احنا نطور المدرسين. احنا ما بنطلبش فلوس خالص، يعني يعني الحاجه ديت اذا كان انا والزمايل او بالظبط بنحاول نعمل الموضوع دوت ببلاش، احنا مش عايزين اي حاجه في سبيل ان احنا نطور من المدرس نفسه. فبالتالي المدرس لما يتطور اوتوماتيك على طول السيستم هيحصله تغيير، لما غير حاجه في النص هيطهر كل حاجه حواليه. ما هو ده بيعتمد على ان تخلي بالك ان المدرس بيجي له مفتش من وزاره التربيه والتعليم كويس. هو كمان ملتزم بخريطه قدامه، انت خلصت ده ولا لا، اخش ابص على الولاد وصلوا الماء، طيب شكرا سلام عليكم خلص. هو يعني هو مجبر على انه يعمل ده. ده صح، عشان كده احنا الاسسمنت اللي هيتعمل ده ان شاء الله مش هيبقى بس على المدرس، هيبقى على كله، زي ما بنعمله في الشركات بنعمله من اول الاقل مستوى في الشركه لحد اعلى واحد في الشركه. كل واحد بيبقى ليه التقييم بيبقى مختلف، بنبص له بحاجات مختلفه. وده نفس الموضوع هنعمله للموجه او المشرف اللي بيروح عنده، لناظر المدرسه، لوكيل المدرسه، المدرسين، للي شغالين جوه المدرسه ايا كان، في اتحاد الطلبه، في كل حاجه. ده كله لازم يتطور بشكل، فالمنظومه كلها لما تتطور اوتوماتيك مين اللي عامل السيستم؟ هم الناس. هل ده داخل ايضا في الجامعات ولا بس في المدارس؟ في اي حاجه، ده هايل جدا، بس هو يبقى يعني يريحنا احنا لو بدا من الصفر. سيبونا نشتغل. ايوه بالظبط، ويبدا من الصفر.